بنتكلم يعني انجاز التعبير، بنتكلم في مقادير صناعه البطل، وكان البطوله دي يعني طبخه حلوه كلنا بنامل بيها فيها وكلنا بنستناها وكلنا بنسعد بانجازاتها. ايه مقادير صناعه البطل وحضرتك اب الابطال بالفعل وشاركت في هذه الصناعه؟ اتفضل يا فندم. والله هي طبعا بتيجي من الاول تقييم الله سبحانه وتعالى. نعم. تاني حاجه القصه زي ما قال الدكتور محمد حسن، وده طبعا اخويا وحبيب جيجي قوي يعني، وكان والداعم ليها هو الدكتور مواد زي ما قلت. لا، صناعه البطل ما بيخشش فيه حاجه معينه يعني، النادي بيخش، المنتخبات بتخش، البيت، الجيران يعني، الكل. لا، صناعه البطل صناعه بالظبط، صناعه صعبه وبتحتاج وقت وبتحتاج صبر. الصبر هنا هو مفتاح الفرج زي ما بيقول يعني، انت لازم تصبر على البنت ويبقى فيه تبقى سبورت ليها وظهرها وكل الحاجات اللي هي مثلا بتضايقها وبتضغط على حياتها بحاول قدر امكانك انت تبتدي يعني تخرجها من حاجات كتير جدا 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 من اللي بتاثر على النفسيه. لا، تعبنا يعني، تعبنا وبالاخص والدتها يعني. لا، احنا ما على مدار 21 سنه لا تعبنا يعني، بس ربنا يكلل مجهوداتكم وتعبكم بفرحه كبيره زي اللي طبعا. لا لا لا، بص اقول لجنبك على حاجه، كل التعب اللي احنا بنتعبه ده بيبقى صفر على الشمال لما بتعلق ميداليا. صح، صحيح يعني، حقيقي والله. لا، وهي ما شاء الله الله اكبر عليها يعني، هي اسعدتنا كتير قوي قوي يعني، ما عندكش فكره على مدار ال 20 سنه ديت. الحمد لله التقويم من الله سبحانه وتعالى، جيانا عملت اللي ما حدش عمله في الكاراتيه من اول الكاراتيه ما اتعمل لغايه دلوقتي. صحيح، هو دكتور محمد فعلا اكد على النقطه دي يا استاذ محمد. طيب انا هروح مع حضرتك اخيرا لرساله، معلش هتوجهها يعني للجمهور المصري الجميل اللي كان سعيد من قلبه وكان كل بيت مصري خرج منه حقيقي بطل. هختم مع حضرتك بهذه الرساله. والله امتلت كل الجماهير الكوره على اولادكم ودعموهم، ومعلش هي اللقطات الفرديه ديت ما بقاش فيها دعم مادي، يمكن يكون قليل قوي، انما الدعم المعنوي اصبروا على اولادكم. احنا عندنا فعلا مواهب خطيره وشكرا تستحق. واحنا بنشكر حضرتك وشكرا برضه استاذ محمد فاروق والد البطله الجميله جيانا فاروق.